مختبر الخيميائي أو The Alchemist Lab هو مركز تفاعلي لتعليم علوم الهندسة للأطفال من عمر 5 إلى 15 سنة بطريقة ممتعة. بيقوم الأطفال داخل المركز بعمل تجارب علمية وتصاميم مشاريع هندسية، كما تستخدم الدراما والأسلوب القصصي لإيصال المعلومة حسب الفئة العمرية. The Alchemist Lab هو مركز تفاعلي منعلم فيه العلوم والهندسة للأطفال من عمر 5 إلى 15 سنة بطريقة ممتعة ومسلية. في 2007 إحنا بدينا مع شركة إسبانية اسمها Fun Science، كنا نعمل نوادي علمية وعروض علمية في المدارس وفي أماكن مختلفة، وفي 2013 قررنا إنه نفتح مركز تفاعلي للأطفال. والسبب في ذلك إنه بالإضافة ل Fun Science رح نطرح بالـ Alchemist Lab برامج تانية بحتاجها الطفل في الأردن. هدفنا أولاً وأخيراً إنه الطفل يقضي وقت من أوقات فراغه بطريقة ممتعة مسلية وفي قيمة تعليمية، وهدفنا إنه نشجع الأطفال ونحفزهم للعلوم والهندسة ونبسط لهم إياها ونفرجيهم إنه العلوم والهندسة موجودة في حياتهم في كل مكان. مش لازم الطفل يكون عالم أو دكتور أو مهندس عشان يحب العلوم، أي شخص موجود العلوم موجود حواليه. فكتير منركز على فكرة ربط العلوم والهندسة بحياتهم اليومية من خلال أشياء بسيطة. منعزز عند الطفل برضو هدفنا تعزيز مهارات مختلفة، المهارات أهمها اللي هي التساؤل، اللي هو طريقة التفكير العلمي، حب التجربة والثقة إنهم هم بيقدروا يجربوا. أيضاً كمان طريقة بحث عن بحث المعلومات، تسخير المواد الموجودة حواليهم لعمل اختراع أو عمل تجربة، فهي بينطلقوا من هون بفكرة بيقدروا يطبقوها خارج هذا المركز. بنطرح أكثر من إشي ممكن يستفيد منه الطفل وتستفيد منه العائلة وتستفيد منه المدارس. فإحنا ممكن الطفل يجي بأي وقت يقضي ساعة ونص ضمن محطات مختلفة داخل The Alchemist Lab، يعمل تجارب مختلفة، وأيضاً ممكن يسجل بنوادينا الصيفية، نوادينا الشتوية، نوادينا العلمية اللي على مدار السنة، ممكن يحجز المكان لعيد ميلاد، وأيضا المدارس بتيجي برحلات مدرسية على The Alchemist Lab. هلأ إحنا حقيقة بنوفر داخل The Alchemist Lab مكان آمن مصمم بطريقة مناسبة للإمكانيات المختلفة للطفل. الطفل مش لازم يجي هون يكون متفوق في العلوم ولا متفوق في الهندسة، إحنا منيجي هون حسب مهارة الطفل بيعمل النشاط اللي مناسب لإله. بضم المركز عدة أقسام على شكل محطات كالتالي: خارطة العالم يلي بيتعلم الأطفال من خلالها إنها جزء من عالم كبير بنتشارك في الموارد لنصنع منتج أو نخترع اختراع. المنجم واللي بيقوم فيه الطفل بألعاب مختلفة تشتمل على التنقيب داخل الرمل ليتعرف الطفل على مواد من الطبيعة مهمة في حياتنا، وهي دعوة للحفاظ على البيئة والطبيعة. مختبر العصور الوسطى هو مختبر الكيمياء يلي صمم حسب العصور الوسطى ليقوم الأطفال فيه بعمل التجارب العلمية ويتعرف على علماء من الماضي كان لإنجازاتهم مساهمة في تطوير حضارتنا. قسم الهندسة الممتعة هالقسم يلي بيقوم الأطفال فيه بتصميم مشاريع مختلفة بيتم من خلالها تعزيز أهمية العلوم والهندسة في حياتنا وربط كل شيء حول الأطفال بالمفاهيم العلمية. الهيكل المعدني هو قسم متعدد الأغراض يستعمل للعروض العلمية واحتفالات أعياد الميلاد. إحنا كمدرسة بعتنا طلابنا في زيارة لألكيميست لاب. ألكيميست لاب قدم لنا كتير يربط المنهاج بالحياة العملية، حبب الطلاب بالمنهاج وزاد عندهم حب المعرفة وروح الاكتشاف، فبالنهاية أثر على تحصيلهم العلمي. إحنا كتير انبسطنا لما بعتنا طلابنا وكتير حسينا الاستفادة منه عالية. بيسعى المركز لتحفيز فضول الأطفال تجاه العلوم والهندسة والحياة حولهم وتشجيع الأطفال على الطريقة العلمية في التفكير. I was looking for a place to put them for an after school activity and besides sports because they currently attend taekwondo, dance and football. So I came across a flyer in the cake shop and I saw that it looked interesting. So I brought them by for an interview to see what it was like. And I really liked the style and the idea and their techniques, the way that they're teaching. And actually, if my kids could be here every day, they would. They absolutely love it. They come home and they want to do experiments. You can really see it in changing their way that they look at things. So I think it's a great place, a great activity for them. بيفتح المركز أبوابه يومياً من السبت للخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً،
وبتيح فرصة للأطفال للاشتراك بالنوادي العلمية والهندسية والنوادي الصيفية والشتوية، وبقدم أيضاً خدمة تدريب المعلمين وغيرها. اسمي وليد نابلسي وأنا بالصف السادس، عمري 11 سنة. وليد، أنت شو عم تعمل هون بـ The Alchemist Lab؟ إحنا عم نعمل تجارب فيها كيميكلز وكتير أشياء، يعني ما بتعرف إيش رح يصير بعديها. كتير ننبسط إحنا لما نسوي التجارب، مثلاً بالتلج البارد أي إشي تاني اللي بنفجر أو اللي بيسوي إشي بسيط، أو إذا بتلاقي مثلاً مكان هون أو هناك إنه لازم تلاقي أشياء هيك. يعني أنت أصلاً تحب الساينس؟ آه، بالمدرسة يعني ما كنت كثير أحبه، بس هلأ إنه لما أجيت هون صرت كثير أحب الساينس لما بدينا نعمل هيك أشياء تجارب. شو بتحب تطلع لما تكبر؟ عالم إنه زي أي إشي، زي حيوانات أو أي إشي يعني، بس إنه أكون، المهم أكون عالم. أنا يسري بركات وعمري 12 سنة ومن فلسطين. كتير حبيت، حسيت إنه فان ساينس كتير بيساعد وكتير بثقف الأولاد. أنا حسيت إنه هو أحلى بالمدرسة لأنه بثقف الواحد بطريقة تكون مسلية أكتر، لو نشتغل مع أصدقائنا ونتشارك كلياتنا مع بعض عشان نتعلم معلومات جديدة نقدر نستعملها بحياتنا وبالمدرسة. كان تجربة كتير مفيدة. شو بتحب تصير لما تكبر يسري؟ ممكن أنا حاب أكون طيار أو أكون رجل أعمال أو هيك. The Alchemist Lab يعني في إشي قريب على حلمك أو على الإشي اللي حاب تطلعه لما تكبر؟ عم بيعلمك إشي؟ ممكن مهندس بحب، إذا ما قدرت أطلع أي واحد من الأشياء التانية. بقدم نشاطات المركز فريق مدرب على أفضل وجه، وبيطبق بعض الأنظمة بشراكة مع شركات ومبادرات عالمية، مثل الشراكة مع فان ساينس، البرنامج العالمي يلي بيقدم العلوم للأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، وأيضاً شراكة مع مبادرة ألف اختراع واختراع العالمية يلي بتسلط الضوء من خلال نشاطات تفاعلية على الإنجازات يلي حققها رجال ونساء من أديان وثقافات مختلفة عاشوا خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في مجالات الطب والكيمياء والعمارة وغيرها. بالإضافة للنشاطات داخل المركز، بيقدم المركز نشاطات ميدانية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المناطق الأقل حظاً، بالتعاون مع جمعيات ومنظمات تعنى بخدمة المجتمع المحلي في كافة المناطق. وبيقيم نوادي ونشاطات علمية في عدة مدارس ومراكز مختلفة في عمان ضمن نشاطاته خارج مبنى المركز أيضاً. صالح قشطة، رؤيا